يعني كنت احلم العب على ملعب فوتبول كله حشيش يعني. هذا يعني كان اكبر الاحلام تبعيتي، انه نلاقي محل حلو نلعب فيه. بس يعني كنت بحب الفوتبول وهيك والرياضة، بس بالمخيم كنا نلعب بالزواريب والارض البطون، وفي مليون شقفة حديد ومليون قصة. برغم انه كنا نلعب وننبسط، بس كنا نتخيل انه احنا بنلعب على ملعب حشيش. كان زمان ابوي دايما يحط على ام كلثوم هيك، فانه انا وصغير في شتاء وبرد ونايم هيك بحضن ابوي وسامع مفاهيم. بس انه بعدين لما كان يخلص حفل ام كلثوم تقعد العالم بتزقف هيك هلا، وانا وصغير صير الخبط هذا زقيف ولا صوت المي على الزينكو، لانه صوت المي كمان بيشبه هيك او حدا عم بقلي بطاطا مثلا. بس انه يعني كانت بهداك الوقت كان انه بتسمع الصوت الزينكو، لانه كان دايما بتشتي والمي عم بتنقط، وامي بتجيب طناجر بتحط، بصير طن 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 هيك، بتصير تحس زي كانه سيمفونيه بقلب البيت، على انه بتفيق المخده والفرشات كلياتها مي. على يعني ابوي وامي هن ما تعلموا، يعني هن ابوي مخلص سادس ابتدائي وامي مخلصه تاني متوسط، بس كان عندهم ايمان انه هلا ما في الا العلم كسلاح لإلنا نقدر نعيش هلا ابوي كان عنده العلم ونتعلم مصلحه تاني، فمشان هيك كان عم بيعلمنا النجاره طول الوقت، انه كنت تنزل تشتغل معي بالمنجره. فبالنسبة لإلي لما أشوف الأولاد عمرهم 15 سنة أو أصغر من هيك تلاقيه بتنظيم مسلح، هذا بالنسبة لإلي مصيبة. يعني إنه هذا الصبي شو واعي؟ إنه هذا الصبي كيف بيقدر ياخذ قرار مثلا براسه ليعمل شيء له علاقة بالقضية الفلسطينية؟ طب ما ممكن يكون مقتنع بقصص تانية بفكره إنه هي القضية الفلسطينية، هي كليا مش القضية الفلسطينية. ركزت على الثقافة لأنه والعلم، لأنه قديش نحن عم محاربين من هاي الجهة. يعني لو ما هي أساسية ما حدا بيحاربك فيه، بقول لك روح تعلم اعمل اللي بدك إياه. بس إنه التعليم عنصر كتير أساسي لتحرر الفرد، لأنه بصير هو بيعتمد على نفسه، ما مش بحاجة ينطر حدا تاني يساعده. دايما كان بين شلة الشباب اللي نحن بالمخيم اللي قاعدين على الحفة وقاعدين عم نشرب توب جوس، الفكرة هي انه لازم نعمل شيء. فصار انه لا شو بدنا نعمل، فيش مصاري. قلت لهم يا عمي بنقدر نعمل اي شيء، بالزبالة بنقدر نعمل شيء. فالاصرار والعمل والانفتاح هو بعتقد يمكن من اهم شيء بعتبره انا شخصيا. فبحب فكرة انه لا خلينا نعمل اشياء من دون الحدود هاي الموجودة، المعاناة اللي نحن بنعانيها موجودة بكتير اماكن بالعالم.